نعود إليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، معكم غيدة جبيلي وربيعة دعوت من محيط مجلس النواب، حيث لا يزال النواب المعتصمين داخل المجلس. اليوم الواضح بأن هناك تعتيم إعلامي كبير لمتابعة ما يحصل من داخل المجلس من بعد ما اتخذت هذه الخطوة النواب. بالتالي تم منع الإعلام منذ الأمس حتى اليوم، لا يسمح لنا إلا الوقوف هنا من في محيط مجلس النواب وأيضا من أمام البلدية، بلدية بيروت. اليوم هناك أعداد نواب موجودة عم يتوافدوا بين الحين والآخر. بهذا الأثناء خرج فراس حمدان ووضاح الصادق إلى الخارج، وأيضا هناك دعوات للنزول عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، يعني بعد النصف الساعة. اللافت اليوم بأنه المعتصمين بالداخل بدهم انتخاب رئيس للجمهورية، وكانوا مصرين على البقاء لا حتى يتم هيدي الجلسة، إلا أنه رئيس مجلس النواب لم يدعو إلى جلسة الأسبوع المقبل، واكتفى بالإعلان بأنه حيكون في لجان نيابية نهار الخميس المقبل. وهون النواب المعتصمين بيعتبروا بأنه هيدي نوع ربما من الرد على خطوتهم. بالمقلب الآخر أيضا كنا قد تحدثنا مع إلياس حنكش اللي كان قد وصل إلى هنا صباحا ودخل إلى داخل المجلس، قال للإعلام وأيضا للمعتصمين في الخارج المتضامنين مع المعتصمين بالداخل، قال بأنه اليوم رح يضل في مندوب من حزب الكتائب موجود معهم للنواب المعتصمين. خلينا بهيدي الأثناء نشوف كيف أو موقف اليوم وضح الصادق. ما عم نقدر نفسرها إلا بنطاق محاولة كمان تمييع هيدا التحرك عم يصير جوا. نحن التحرك واضح الهدف منه، التحرك الهدف منه هو تطبيق الدستور. نحن عم نمارس كنواب اليوم دستورنا يلي المادة واضحة كتير فيه، نحن بحالة انعقاد دائم، وعم نطلب من الباقيين انه يجي يطبقوا الدستور. عم نفتش هلا كنت بالمكتب عم نفتش على المرسوم يلي بناء عليه تقدم مشروع القانون يلي ما سمعين فيه قبل صراحة، فما كنا يعني ما كنا بولا مكان متوعين هيدا تحديده. ما بتصور هيدا هلا بالعمل الطارئ للمجلس النيابي، الافضل ان نكون نحن هلا بحالة انعقاد دائم لحين انتخاب رئيس، وهذا الشيء شفناه اكثر من مرة بكل الدول، وهلا بعدنا بامريكا شفنا انه صار في عملية انتخاب متتالية لقدروا يوصلوا لرئيس مجلس. كل شيء عم نقوله نحن عم نمارس واجبنا كنواب، عم نحمي دستورنا. اليوم هذا اللي جوا مش اعتصام، هيدا عملنا اللي عم نعمله، الاعتصام هو هون دب الشارع البلد دب البلد. كيف تقيم ردة فعل الكتل النيابية والنواب الاخرين تجاه هذا التحرك؟ في بعض الكتل تحركت دعمت كانوا موجودين، هلا كانوا جوا كتلة صيدا، بعض من نواب الاعتدال كانوا موجودين، بعضهم كان موجود امبارح. كتلة الكتائب جو قعدوا وقت طويل، النايب ميشيل معوض اتصل عن كتلة التجدد ومسافر رجع ينضم السبت، وفي كتل اكيد ما عندها مصلحة بانه نكون عم نقوم بهالعملية لنجرب نحرك شوي عملية عدم الانتخابات. بتحمل البلد بلد بنقفته بسلبية دعمة الرئيس بري للجان المشتركة بنفس توقيت المفترض لانتخاب الرئيس والمعتاد كل خميس؟ لا بسلبية ولا بإيجابية، انه نتوقع انه يكون هيدا الشيء موجود، لانه ما بنتصور كان رح يكون في دعوة لانتخابات رئاسية. بدنا اليوم شوي نجرب نحسب خطوة اللقاء الديمقراطي، يعني ليه صارت امبارح بهالتوقيت؟ شو الهدف منها؟ ليه هلأ عم نروح على المقاطعة؟ هل هي بتتقاطع مع خطوة عدم الدعوة لجلسة انتخاب رئيس خميس قادم؟ هذه كمان لازم نفهمها مزبوط. قلتوا انه في مشاورات مع الكتل السياسية الاخرى، الى ماذا افضت هذه المشاورات؟ هي مش مشاورات، انه عم يجوا وعم نحكي، بس اللي عم يجوا نحن متفقين انه عملية انتخاب رئيس هي العملية الاساسية للبلد. اليوم كل شيء عم نعمل باللجان مهم، ولكن الاهم انتخاب رئيس، بدون رئيس ما بنقدر انه نروح للمرحلة الثانية. هيدا اللي عم نجرب نقوله جوا.
شكرا للنائب وضاح الصادق. اليوم شفنا بأنه كيف أخذوا أو تلقوا اليوم دعوة اللجان النيابية، دعوة رئيس مجلس النواب لهيدي الجلسة. اليوم عم نشوف بأنه أيضا هناك أشخاص سبق وحكينا معهم من طرابلس. خلينا أخذ كيفك، يعني عم نشوف بأنه بلش في دعوات للنزول إلى الشارع بالتزامن أو تضامنا مع النواب بالداخل. متوقع أنه نشوف أعداد أكبر من نعرفكم أنتم دايما بتكونوا على المصارف. نحن المودعين وأنا من المودعين، بس أنا بقول لهالشعب شو ناطر بعد؟ الدولار صار 51,000 وطالع طلوع، شو ناطرين بعد؟ ما بعرف هالشعب شو بيتعاطى، شو بيعطوه حشيشي، شو نوع المخدر اللي بيعطوه ما بعرف. معقولة دولارك صار ب 51 وقاعدين بلا أكل وبلا كهرباء وبلا مي وزبالة على الطرقات والشعب بعده ما تحرك؟ هيدا اشبه شي الشعب عن جد. وبقولوا الشعب اللبناني عظيم، بدي أعرف بس بشو عظيم؟ الشعب السريلانكي نزل أخذ حقه وحطهم ببراميل الزبالة للنواب والوزراء الحرامية. هالشعب اللبناني شو ناطر بعد؟ 30 سنة صاروا بيسرقوا فيه وبيوعدوه بالكهرباء وبالمي، سرقوله كل مدخراته من مصرياته من جنى عمره وتعبه، وبكل شيء سرقوه، بالمؤسسات سرقوها، ما خلوا شيء بالبلد، وشو ناطرين بعد؟ شكرا لك على هيدي المداخلة. بعدنا نشوف انه هناك اجراءات تم اتخاذها من محيط مجلس النواب. شفنا كمان تعزيزات، عم نشوف بانه سياج شائك تم وضعه لمنع اي محاولة للدخول الى خارج الى داخل عفوا البرلمان، حيث يعتصم اليوم النواب. هيدي هي الأجواء من محيط المجلس. نحن أكيد رح نعود لكم في بث مباشر لاحق في حال حصول أي جديد. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق.